بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التلاوة في يوم 30/04/1434 هجرة بالعمارة العبرانية بصوت الدحيم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأسأل عز وجل أن يوفق الطالب معاذ فهد لكل خير ويوفقنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا.